السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو وريفيو جديد من عالم السيارات. معاكم عمر عبد المقصود، ومعانا النهاردة وبناء على طلبكم الفئة الثالثة من ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت 2022. كنا عملنا ريفيو سابق للفئة الرابعة والأعلى تجهيزا، واللي بتنزل بمنظومة دفع كلي أو أول ويل درايف، موجود على قناتنا دلوقتي على اليوتيوب. لكن بناء على طلبكم رجعنا تاني وعملنا ريفيو تاني ومفصل للميتسوبيشي إكليبس كروس، وتحديدا الفئة الثالثة اللي تعتبر الأعلى تجهيزا ما بين الفئات اللي بتنزل بمنظومة دفع امامي. هنتعرف النهارده عليها بشيء من التفصيل، وهنتكلم كمان على ابرز الفروق في التجهيزات ما بينها وما بين الفئتين اللي قبلها والفئه الرابعه طبعا اللي هي الاعلى تجهيزا. فاصل صغير زي ما تعودنا ونرجع نكمل. بعد شهر تقريبا من الطرح الرسمي لميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت 2022 في السوق المصري، لازالت ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت محتفظة بالسعر الرسمي اللي طرحت بيه لحد النهاردة. ربنا يستر وبعد الكلمتين دول سعرها ما يزيدش. لكن انا ليه بقول الكلمتين دول؟ بقولهم علشان احنا هنسأل النهاردة سؤال مهم جدا. احنا ممكن نعتبر الريفيو ده هو إعادة تقييم للعربية في ظل ارتفاع اسعار منافسينها الموجودين حواليها في السوق المصري. السؤال هو، هل لازالت العربية محتفظة بقيمتها مقابل السعر اللي لازالت متمسكة بيه لحد النهاردة في ظل ارتفاع أسعار المنافسين حواليها؟ هو ده السؤال. النهاردة هنستعرض معاكم وبناء على طلبكم الفئة الثالثة من ميتسوبيشي إكليبس كروس، اللي هي تعتبر الفئة الأعلى تجهيزا ما بين الفئات اللي بتنزل بيهم العربية بمنظومة دفع أمامي. العربية بتطرح بسعر 425 ألف جنيه للفئة الأولى، وبتزيد 30 ألف للفئة الثانية، فبيكون سعرها 455 ألف. أما الفئة الثالثة اللي معانا النهاردة فبيزيد سعرها برضو 30 ألف، بيكون سعرها 485 ألف جنيه. أما الفئة الرابعة والأعلى تجهيزا واللي بتنزل بمنظومة دفع كلي، فبيزيد سعرها عن سعر الفئة الثالثة حوالي 50 ألف جنيه، فبيكون سعرها 535 ألف جنيه. تعالوا بقى نبتدي إعادة التقييم لميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت 2022، ونبتدي بمقدمة العربية. منظومة الإضاءة الأمامية في ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت 2022 هي واحدة من أبرز الاختلافات اللي بتحصل في مقدمة العربية ما بين الفئات الأربعة، وده لأنه العدسة الرئيسية اللي موجودة هنا في الفانوس الأمامي بتختلف في الفئة الأولى والثانية عن الثالثة والرابعة. في الفئة الثالثة والرابعة بتكون الإضاءة بتاعتها LED، أما في الفئة الأولى والثانية بتكون الإضاءة بتاعتها هالوجين. العدسة الثانية اللي موجودة في نفس الفانوس الرئيسي اللي موجود هنا بتكون إضاءة ضبابية، والإضاءة الضبابية دي بتكون موجودة في الفئة الثانية والثالثة والرابعة LED، أما في الفئة الأولى مفيش عندي إضاءة ضبابية أمامية في الأساس. بالنسبة للإضاءة النهارية اللي موجودة هنا بتبقى LED مع إضاءة الإشارات الجانبية كمان، وبتبقى موجودة من الفئة الأولى للفئة الأخيرة، مفيش فيها أي اختلاف. من ضمن الاختلافات كمان اللي موجودة ما بين الفئات في مقدمة العربية هو سنسور الأمامية اللي موجودة هنا. عندنا أربع نقاط حساسات أمامية موجودة في الفئة الثالثة وفي الفئة الرابعة، أما في الفئة الأولى والثانية ما عنديش حساسات ولا أمامية ولا خلفية. بالنسبة كمان للديفيوزر الامامي اللي بيجي لونه مختلف شويه عن لون العربيه، بيجي بلون رصاصي فاتح الى حد ما، بيجي كمان قدام مصددات موجوده هنا بتبقى موجوده في الفئات كلها، ما فيش فيها اي اختلاف، لكن الاختلاف بيحصل في لونها. اللون في الفئه الخامسه او الفئه الرابعه عفوا بيكون من البيانو بلاك او بلاستيك الاسود اللامع، سواء للصدادات اللي موجوده هنا او فتحات التهويه او حتى الجزء الخاص بالشبكه الاماميه. لكن في الفئات الثلاثه اللي تحت الفئه الرابعه بتكون زي ما احنا شايفين كده بلون اسود مط او لون اسود مطفي الى حد ما. فتحات التهويه بتيجي على ثلاث مستويات. المستوى الاول اللي موجود هنا اللي هو تم استبدال الشبكه الاماميه من الكروم في الشكل الاولاني او في الشكل القديم، استبدالها بجزء مقفول هنا في الجزء ده، بالاضافه كمان لفتحات تهويه في المنتصف موجوده هنا في منتصف الاكسدام، بتبقى يعني في اجزاء منها مفتوحه واجزاء ثانيه مصمطه او مقفوله. ومستوى ثالث من فتحات التهويه اللي موجود هنا اعلى الدفيوزر الامامي، وبتبقى عباره عن ريشه واحده ومفتوحه بشكل كامل عشان تدينا مستوى تهويه اضافي للمحرك. عندنا كمان تصفيح كامل اسفل المحرك، بالاضافه كمان لتطعيمات من الكروم موجوده هنا عامله زي برواز او فريم حوالين فوانيس الاضاءه الاماميه اليمين والشمال، ودي موجوده في الفئات كلها ما فيش فيها اي اختلاف. من ضمن كمان الاختلافات اللي موجوده ما بين الفئات في مقدمه العربيه ان احنا عندنا حساسات اضاءه موجوده من الفئه الاولى للفئه الاخيره، اما حساسات المطر فموجوده في الفئه الاولى فقط، بالاضافه كمان للرادار الامامي اللي موجود هنا واللي بيديني اوبشنز كتيره جدا نتعرف عليها لما نركب في العربيه من قدام. السنسور او الرادار الامامي اللي موجود هنا ده بيبقى موجود في الفئه الثالثه، والفئه الرابعه مش موجود في الفئتين
الاولى والثانيه. ده كده سريعا مقدمه العربيه. تعالوا بقى ندخل على منظومه الحركه في العربيه هنا. وصلنا لمنظومه الحركه في النسخه الفيس ليفت من ميتسوبيشي اكليبس كروس، وعايز اقول لكم ان هي نفسها منظومه الحركه اللي كانت موجوده في الشكل القديم، مفيش اي اختلاف. لاحظتوا طبعا انا ما عنديش مساعدين بيساعدوني في رفع الكبوت، لكن عندي تصفيح وعندي عزل موجود هنا. الموتور 1500 سي سي تيربو متوصل على نقل الحركه اوتوماتيكي سي في تي متغير مستمر بيحاكي في ادائه الثمان سرعات. المنظومه دي كلها بتطلع قوه حصانيه 150 حصان وعزم 250 نيوتن متر عند 2000 لفه، وده بيدينا مؤشر قد ايه المنظومه دي حاضره وقويه وبتديك اقصى عزم عند عدد لفات موتور قليله. معدل استهلاك البنزين الرسمي المعلن بره مصر مش جوه مصر، لانه جوه مصر البروشور الرسمي مش موضح معدل استهلاك البنزين، لكن بره مصر معدل استهلاك البنزين بيتراوح ما بين 8.6 من 10 لتر ل 9.2 من 10 لتر لكل 100 كيلو متر العربيه بتمشيهم. ده طبعا بيتوقف على الطريق اللي انت ماشي عليه سواء داخل المدينه او على طرق مفتوحه وسرعات عاليه. بالنسبه لنظام الحركه او نظام الدفع في العربيه هنا، في الفئات الثلاثه الاولى بيبقى الدفع امامي، اما في الفئه الاعلى اللي هي الفئه الرابعه بيكون نظام الدفع كلي. ميتسوبيشي هنا بتسميه SAWC، يعني الاس بترمز لكلمه سوبر، وبعد كده AW اللي هو الاول ويل، وبعد كده السي اللي هو الكنترول. فسوبر اول ويل كنترول ده نظام الدفع الرباعي او نظام الدفع الكلي اللي موجود في الفئه الرابعه من ميتسوبيشي اكليبس كروس فيس ليفت 2022. تعالوا بقى نتنقل ليه جنب العربيه ونتعرف على الاوبشنز الموجوده فيها. في جنب العربية عندي مجموعة اختلافات بتفرق ما بين الفئات الثلاثة الأولى والفئة الرابعة اللي هي تعتبر الأعلى تجهيزا من ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت 2022. ممكن بلاش نقول اختلافات، ممكن نقول لمسات جمالية بتخلي شكل الفئة الرابعة مختلف في الجنب عن بقية الفئات اللي تحتها. أولها هو العتب اللي موجود هنا. نلاحظ إن أقواس الكاوتش بتيجي بلون الأسود المط، بتلحم مع الديفيوزر الأمامي اللي بيجي برضو بالأسود المط، مع العتب بتاع الأبواب اللي موجود هنا اللي برضو بيجي بلون الأسود المط. أما في الفئة الرابعة والأعلى تجهيزا بيكون الديفيوزر الأمامي مع أقواس الكاوتش مع العتب بتاع الباب كل ده بلون العربية، أيا كان لون العربية بيجي نفس الكلام مع العتب والأقواس بتبقى بنفس لون العربية، بلاستيك برضو ولكن بنفس لون العربية، فبيديها منظر مختلف وأشيك شوية. طيب ارتفاع العربية عن الأرض في الأربع فئات واحد، مفيش فيه أي اختلاف، 18 سم، ارتفاع مناسب جدا للطرق المصرية. طول قاعدة العجلات 2 متر 67 سم، العربية طولها الإجمالي زاد حوالي 13 سم، شرحنا الزيادات اللي حصلت في أبعاد العربيه في الريفيو السابق الخاص بالفئه الرابعه والاعلى تجهيزا، هتلاقوه موجود على قناتنا على اليوتيوب، هشرح لكم فيه او شرحت فيه الاطوال اللي زادت والعرض بتاع العربيه وكل ما ينعكس على زياده الطول في المقصوره الداخليه للركاب. طيب طول العربيه الاجمالي بيبقى حوالي 4 متر 54 سم، وده طبعا في زياده حوالي 13 سم عن الشكل القديم. الجنط الموجود هنا مقاسه 18 انش 2 تون وهو موجود في الفئات الاربعه، مفيش فيه اي اختلاف، وكذلك هو نفسه الجنط نفس النقشه والمقاس الموجود في الاستبن في الفئات الاربعه برضو مفيش فيه اي اختلاف. الاختلافات كمان اللي موجوده ما بين الفئات وبعضها موجوده في المرايات الجانبيه اللي موجوده هنا. في الفئه الثانيه بيكون الضم بتاع العربيه، ضم المرايات الجانبيه عفوا، كهربائي. في الفئه الاولى بيكون الضم يدوي، اما في الفئه الثالثه والرابعه بيكون الضم اوتوماتيكي مع فتح وقفل العربيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بالاضافه لوجود اشارات جانبيه موجوده في الفئات الاربعه مفيش فيها اختلاف في النقطه دي. نلاحظ كمان مقابض الابواب بتيجي بنفس لون العربيه في الفئات الاربعه مفيش فيها اختلاف، ولكن الاختلاف بيحصل في الكيلس انتري او دخول العربيه بدون استخدام المفتاح مع نظام اداره المحرك من خلال الزرار اللي هو الستارت ستوب انجن، ده موجود بدايه من الفئه الثالثه اللي معانا دلوقتي والفئه الرابعه. عندنا كمان الجزء الفاصل ما بين الازازين اليمين والشمال بيبقى من البلاستيك الاسود المط، وعندنا الازاز الخلفي بيكون فميه في الفئات كلها مفيش فيه اي اختلاف. الفريم الكروم اللي موجود هنا ده بيبقى موجود بدايه من الفئه الثانيه والثالثه والرابعه، اما في الفئه الاولى فما بيكونش كروم، بيبقى من لون اسود كده رابر اسود شكله برده مش وحش. عندنا خط الكتف طبعا بيبقى محفور بيبدا من تلت الباب الامامي اللي موجود هنا ويبدا يزيد عمقه لحد ما يعدي من تحت المقابض بتاعه الابواب، وبيزيد بيبقى ماكسيمم العمق بتاعه عند الفانوس الخلفي اللي بيلحم مع خط الكتف. ده كده سريعا ما يتعلق بجنب العربيه. تعالوا بقى نتكلم على ظهر العربيه ونتعرف على ابرز التغييرات اللي حصلت فيه والفروق ما بين التجهيزات بتاعته والفروق ما بين التجهيزات في الفئات الثانيه. يلا بينا.
وصلنا لظهر العربية واللي كان فيه أبرز تغيير حصل في الفيس ليفت هنا، وهو إلغاء السبويلر اللي كان قاسم الإزاز الخلفي لجزئين، اتشال في الفيس ليفت وبقى عندنا الإزاز بحجم كامل وواحد مفيش فيه أي مشكلة. عندنا طبعا الإزاز الخلفي بيجي فمية في الفئات الأربعة مفيش فيها اختلاف، مع سخانات عشان الشبورة والضباب، وحوالين الإزاز اليمين والشمال ناحية اليمين والشمال بيجي الفانوس الخلفي اللي بيجي بشكل طولي زي ما احنا شايفين. الإضاءة بتاعته بتبقى LED، أما إضاءة الإشارات الجانبية والفوج لايت الخفية فبتكون الإضاءة بتاعتهم هالوجين. عندنا سبويلر خلفي هنا بيجي بنفس لون العربية، ومثبت عليه الإشارات التحذيرية الخاصة بالفرامل برضو موجودة في الأربع فئات، بالإضافة كمان لأنتنة سعنفة القرش أو الشارك فين، مع الروف راكس اللي موجودة بداية من الفئة الثانية والثالثة والرابعة، أما في الفئة الأولى ما عنديش روف راكس. برضو من ضمن الحاجات المختلفة ما بين الفئات الكاميرا الخلفية، الكاميرا الخلفية موجودة في الفئة الثانية والثالثة والرابعة، مش موجودة في الفئة الأولى. أما السنسور الخلفية فموجودة في الفئة الثالثة اللي احنا معاها النهاردة والفئة الرابعة، وكذلك السنسور الأمامية، أما في الفئة الأولى والثانية مفيش سنسور نهائيا ولا أمامي ولا خلفي. عندنا كمان الديفيوزر الخلفي اللي بيجي بلون رصاصي فاتح مع صدادات موجودة هنا، صدادات الثلاثة دول مش موجودين في الفئة الأولى لكن موجودين في الفئة الثانية والثالثة، والديفيوزر الخلفي اللي بيجي باللون الرصاصي هنا في الفئة الثالثة بيكون بنفس لون البلاستيك الأسود المط اللي موجود هنا في الفئتين الثانية والأولى. هنلاحظ كمان إنه الاكسدام الأمامي مثبت عليه زي ما قلت لكم سنسور الركنة الخلفية بداية من الفئة الثالثة. الشنطة مساحتها طبعا زادت هنا في الفيس ليفت عن الشكل القديم، كانت 365 لتر تقريبا على ما أذكر، يعني الشكل القديم بقت 405 لتر دلوقتي. ممكن طي الكنبة الخلفية 40-60 مع إمكانية كمان الكنبة الخلفية الظهر بتاعها بيتحرك في 9 اتجاهات يعني أو 9 درجات من الطي، فممكن كل ما بتزود درجة بيديك مساحة أكبر للشنطة من هنا. عندي كمان أوبشن ظريف، أنت لو فتحت ده كده عندك الجزء الخاص بالاستبن اللي احنا اتكلمنا عنه واحنا بنتكلم في الجنب، الاستبن بيجي بنفس مقاس وشكل الجنطة في كل الفئات مفيش فيه أي اختلاف. ممكن أشيل الاستبن وأشيل الفبرة اللي موجودة هنا فبيديني عمق كمان زيادة لمساحة الشنطة لو أنا عايز أستغل العمق بتاع الشنطة، بالإضافة كمان للمساحة الموجودة أصلا للشنطة. عندي طبعا في الجناب هنا أماكن مفرغة أو فاضية ممكن أحط فيها أستغلها بشكل أو بآخر، بالإضافة كمان لأبرز ميزة موجودة هنا في مساحة الشنطة وهو إنه ما عنديش شفة للتحميل، فبالتالي الأرض مستوية مع الاكسدام الخلفي فبيديني براح أو مساحة لطيفة أو أوبشن ظريف إن أنا أحمل الشنطة بمنتهى السهولة، وكذلك مساحة دخول للشنطة كبيرة إلى حد ما مع ستارة موجودة هنا. الستارة دي ممكن أستغنى عنها لو أنا مش حابب أستخدمها، وليها أماكن للتثبيت، 3 مستويات لتثبيت الستارة في الأماكن المختلفة هنا لو أنا عايز ألغي الستارة ومش عايز أستخدمها في أي وقت من الأوقات. ده كده سريعا ما يتعلق بجنب أو عفوا ظهر العربية والشنطة بتاعتها. تعالوا بقى ندخل على الكنبة الخلفية ونتكلم من خلالها، ننطلق بقى على الكونسول الأمامي وعوامل السلامة والأمان وبقية التجهيزات الموجودة في العربية من جوه. يلا بينا. في الكنبة الخلفية هنا عندي حاجتين لطاف جدا. مبدئيا مسند ايد خلفي موجود هنا مع 2 كاب هولدر، وده موجود بداية من الفئة الثانية والفئة الثالثة والرابعة، بالاضافة كمان لفتحة 12 فولت موجودة هنا، كان يعني نفسي اتمنى ان هي يتم استبدالها بفتحة USB، ولكن اللي موجودة هنا فتحة 12 فولت موجودة بداية من الفئة الثالثة والفئة الرابعة. ما عنديش فتحات تكييف خلفية، وكان في تعليق لطيف جدا جالي على الريفيو الخاص بالفئة الرابعة لما نزلناه، قال لي انه فتحات التكييف الخلفية طبعا مش موجودة في الفئات كلها في الفئات الاربعة، فقال لي بشكل عام العربيات اليابانية ما بتحتاجش فتحات تكييف خلفية لانه التكييف لوحده كفيل بان هو يديك تبريد كامل للعربية بشكل لطيف. دي وجهة نظره الشخصية، بالاضافة كمان انه واضح ان هو كان احد ملاك الاكليبس، فبيقول لي انه الاكليبس بشكل عام كمان مش محتاجة فتحات تكييف خلفية. ده كان رأيه الشخصي وطبعا يحترم، انا حبيت ان اقول لكم بس مجرد نقل مش اكتر، لكن العربية ما فيهاش فتحات تكييف خلفية وما اعرفش اداء التكييف هيبقى عامل ازاي غير لما نجربها بشكل كامل ان شاء الله في اقرب فرصة. بالنسبة للمساحات في المنطقة الخلفية او مقصورة الركاب في المنطقة الخلفية هنا، عندي مساحات لطيفة جدا سواء للركبة او ارتفاع كرسي عن الارض، ارتفاع كرسي عن الارض قابل للضبط سواء كرسي السائق او كرسي الراكب الامامي، بالاضافة كمان لمساحات الركبة اللي هي تعتبر كويسة جدا، انا ظابط كرسي السائق على وضعية القيادة الطبيعية بتاعتي ومع ذلك عندي مساحة ركبة لطيفة ومساحة رجل بشكل عام كويسة. كنت نسيت في الريفيو السابق ان انا اقول لكم على ارتفاع نفق الفتيس، ارتفاع نفق الفتيس هنا يعتبر مرتفع ولكن مش ارتفاع يضايق، يعني ممكن ياخد شخص ثالث وانا دلوقتي حاطط رجلي على نفق الفتيس ومع ذلك قاعد مرتاح مش
مش حاسس باي مشكله. فبالتالي العربيه بتاخد 3 اشخاص بالغين في منطقه الكنبه بشكل مريح، مش هيحسوا باي مشكله. ولكن مساحات التخزين في الابواب الخلفيه صغيره جدا، يا دوب تاخد ازازه ميه من كبيره، يعني ايه، بشكل ممكن تتزنق الكوبايه الكبيره او الازازه الكبيره ممكن تتزنق في المكان. لكن الجزء الخاص بوحده التحكم في الازاز الموجوده هنا في الخلف بتبقى واخده ستيكر كربون فايبر شكلها شيك. الجزء بتاع بطن الباب بيبقى عباره عن ميكس ما بين الجلد، عفوا البلاستيك، الجزء ده بيبقى بلاستيك والجزء ده بيبقى من القماش، بالاضافه كمان للجزء الموجود هنا بيبقى من البلاستيك لكن بيبقى قدام من السوفت ماتيريال، لكن هنا في الخلف الجزء ده بيبقى من البلاستيك. عندي كمان تطعيمات بيانو بلاك موجوده هنا حوالين المقابض بتاعه الابواب الداخليه. المقابض بتاعه الابواب الداخليه بتبقى في الفئه الثانيه والثالثه والرابعه من الكروم زي ما احنا شايفين كده، اما في الفئه الاولى فبتكون باللون الاسود. بالنسبه للازاز الخلفي فطبعا زي ما احنا شايفين بيجي فومي، وطبعا بيجي كهربائي، ما فيش فيه اي مشكله. مسند الكوع بس هو الوحيد اللي بيجي في الباب الخلفي بيجي من الجلد، مسند الكوع الخلفي اللي موجود هنا. طيب بالنسبه للفرش المستخدم في الكنبه وفي الابواب او في الكراسي كمان الاماميه بشكل عام، العربيه كلها على بعضها من الفئه الاولى للفئه الاخيره بيبقى الفرش بتاعها من القماش، ما فيش فرش جلد في العربيه نهائي، ولكن الكواليتي او الجوده بتاعه الفرش القماشي اللي بتختلف ما بين الفئات الاربعه في العربيه. في الفئه الثالثه وفي الفئه الرابعه بيكون الكواليتي اعلى وانضف شويه في التقفيل كمان من الفئه الاولى والفئه الثانيه. عندي كمان مكان تخزين موجود هنا في ظهر الكرسي بتاع الراكب الامامي، لكن في ظهر الكرسي بتاع السائق ما عنديش مساحات للتخزين. طبعا مساند الراس كمان قابله للضبط، موجود هنا عندنا 3 مساند راس، بالاضافه كمان لاماكن تثبيت مقاعد الاطفال او الايزوفيكس، بالاضافه كمان لنقطه مهمه جدا وهي امكانيه ضبط المستوى بتاع ظهر الكرسي بالشكل ده. طبعا احنا قلنا انه الكنبه الخلفيه قابله للطي 40 60 عشان تزود مساحه الشنطه، لكن الكرسي نفسه او الكنبه الخلفيه نفسها ممكن اظبط وضعيه الظهر بتاعتها على حسب، عايز انيمها اكتر او اخليها مستقيمه بشكل كامل براحتي لو انا عايز اظبط الجزء الخاص بالنقطه دي. ده كده سريعا ما يتعلق بالجزء الخلفي من مقصوره الركاب في اكليبس كروس فيس ليفت 2022 وتحديدا في الفئه الثالثه. تعالوا بقى نطلع قدام ونتكلم على التابلو وعوامل السلامه والامان في العربيه، ونتكلم كمان على الانفوتينمنت سيستم. يلا بينا. وصلنا للكونسول الامامي في الفئه الثالثه من ميتسوبيشي اكليبس كروس فيس ليفت 2022، وزي ما بنبتدي دايما بعوامل السلامه والامان في العربيه لانها كانت كمان واحده من النقاط المثيره للجدل الى جانب نقطه تسعير العربيه. ليه مثيره للجدل؟ لانه بدايه من الفئه الاولى لحد الفئه الثالثه اللي معانا النهارده عندنا 2 اير باج بس موجودين في مقصوره الركاب الداخليه، في حين انه في الفئه الرابعه والاعلى تجهيزا واللي تنزل بمنظومه الدفع الكلي وهتلاقوا الريفيو بتاعها مفصل موجود على قناتنا على اليوتيوب، بتنزل ب7 اير باج في المقصوره الداخليه. 7 اير باج رقم معقول وكويس جدا 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 مقارنه بالسيفتي باكج الموجوده في اي عربيه اس يو في في السوق المصري. 7 اير باج رقم معقول، لكن 2 اير باج يعتبر رقم قليل، وخلينا متفقين ان هو رقم قليل على اي عربيه، مش بس عربيات الاس يو في، كمان السيدان لما بيبقى ب2 اير باج بيبقى الرقم يعني الى حد ما ممكن الناس تبلعه، 2 اير باج ممكن يتبلع، لكن في اس يو في و2 اير باج الرقم بيبقى صعب شويه. ولذلك تم التعويض عن عدد الاير باج القليله الموجوده هنا في ميتسوبيشي اكليبس كروس بمجموعه كبيره من انظمه الفرامل وانظمه الدعم القياده او مساعده في القياده، منها مثلا على سبيل المثال انظمه فرامل احنا عارفينها كلنا اللي هي الاي بي اس اللي هو نظام فرامل منع الانغلاق، والاي بي دي توزيع الكتروني للفرامل، بالاضافه لانظمه اتزان مختلفه عندنا الاي اس بي اللي هو نظام الاتزان الالكتروني. نظام الاتزان الالكتروني ده فيه كمان معاه نظامين، نظام اسمه الاي اس سي اللي هو الاكتيف ستابيليتي كنترول، وده نظام بيساعد كمان في الاي اس بي بيديك اتزان الكتروني اكتر للعربيه، بالاضافه كمان لنظام تاني بيساعد في اتزان العربيه في حالات الانعطاف الشديد او حالات المنعطفات الحاده اللي بتاخدها العربيه. فعندك 3 انظمه ثبات الكتروني، بالاضافه كمان للتعديل اللي تم على السسبنشن سيستم في العربيه سواء الامامي او الخلفي، بالاضافه كمان لتكنولوجي مستخدمه في بناء هيكل العربيه اسمها الرايز بادي. الرايز بادي ده بيدي سترينث اكتر للبادي بتاع العربيه او بيدي صلابه اكتر للبادي بتاع العربيه، فبيستحمل بشكل كبير الصدمات لا قدر الله في حاله حدوث اي حادثه، بالاضافه كمان لعدد نقاط لحام اقل ما بين البادي وما بين الويل بيز او قاعده البناء بتاعه العربيه، وده طبعا بيدي سترينث زي ما قلت لكم او بيدي يعني صلابه اكتر
للبادي بتاع العربيه، لان كل ما قلت عدد نقاط اللحام ما بين بادي بتاع العربيه او الهيكل بتاع العربيه وقاعده البناء، كل ما كان البادي بتاعك اقوى وبيستحمل اكتر. بالاضافه كمان لنظام السونار، ونظام السونار ده للاسف مش موجود في كل الفئات، هو موجود بدايه من الفئه الثالثه اللي احنا فيها دلوقتي، وموجود كمان في الفئه الرابعه، وهو عباره عن نظام رادار موجود هنا او يعني زي كاميرا كده، وفيها مستشعرات او فيها سنسورز بتساعدني في مجموعه النقاط او مجموعه حاجات فيما يتعلق بمنظومه القياده في العربيه. منها مثلا على سبيل المثال ان هي بتعمل حاجه اسمها المحافظه على النظام او المسافه ما بينك وما بين الشخص اللي قدامك، او بيسموه بين قوسين كده نظام منع التصادم الامامي، وممكن اتحكم فيه على ثلاث مستويات او ثلاث مسافات ما بيني وما بين الشخص اللي قدامي، المسافه الاولانيه او الثانيه او ابعد كمان في المسافه الثالثه. ده بيتم التحكم فيه من خلال زرار منفصل موجود هنا اللي هو نظام المنع التصادم الامامي، زي ما قلت لكم بيجي على ثلاث مستويات او ثلاث انظمه مسافه ما بينك وما بين الشخص اللي قدامك. بالاضافه كمان لانه بيساعدني في حاجه اسمها الادابتيف كروس كنترول او نظام المثبت السرعه التكيفي، ده بظبط السرعه اللي انا محتاجها وبناء على العربيه اللي قدامي هو بيبدا يقلل السرعه او يزود السرعه على حسب العربيه اللي قدامي لحد ما بوصل للسرعه اللي انا محددها. ولكن ما عنديش ليميت كروس كنترول او ما عنديش محدد او محدد سرعه، انا عندي مثبت سرعه فقط وليس محدد سرعه. ده طبعا مثبت السرعه ده موجود في الفئات كلها من الفئه الاولى للفئه الاخيره، ولكن بيبقى ادابتيف زي ما قلت لكم بدايه من الفئه الثالثه، لان ده كان سؤال اتسالته في التعليقات على الفيديو الخاص بالفئه الرابعه او الريفيو بتاع الفئه الرابعه، هل الادابتيف كروس كنترول موجود في الفئات كلها او موجود في الفئه الثالثه بس او موجود في الفئه الرابعه بس؟ لا، هو موجود في الفئه الثالثه والرابعه بيبقى ادابتيف، اما في بقيه الفئات فبيكون كروس كنترول طبيعي او عادي. على شمالك هنا على عجله القياده عندك الجزء الخاص بالتحكم في الانفوتيمنت سيستم بتاع العربيه، وهنا هنتنقل لموضوع التحكم في او الانفوتيمنت سيستم بتاع العربيه بشكل عام. عندنا شاشه تاتش سكرين 8 انش بتبقى موجوده بدايه من الفئه الثانيه والثالثه والرابعه. السنسيفتي بتاعتها لطيفه جدا كويسه ما فيش فيها اي مشكله، ولكن بيعيبها حاجتين: التصميم البدائي للايكونز الموجوده في العربيه، لكن يعني تصميم سهل وبيديك سهوله في التعامل مع الشاشه كسوفت وير، يعني سهل ما فيش فيه اي مشكله. لكن زي ما قلت لكم التصميم بيبقى يعني الى حد ما بدائي، مش الوان مثلا او في افكار او حاجه، بالاضافه كمان لان الريزوليوشن بتاع الشاشه برده مش قوي قوي، مش احسن حاجه، محتاج كمان يعني يبقى افضل من كده كان هيبقى شكله اشيك كمان. لكن الريزوليوشن بتاع الكاميرا الخلفيه لطيف، يعني الكاميرا الخلفيه اللي بتيجي هنا على الكاميرا، تعالوا كده نبص عليها. الكاميرا الخلفيه هنا فيها حاجتين ظرف، الحاجه الاولانيه ان هي بتدي وايد انجل، يعني في حد واقف في السن اوكي ماشي، بتديك وايد انجل او زاويه واسعه، فبيديك اكبر مساحه خلفك ممكن تشوفها، بتبين لك الاوبجكت بشكل واضح، بالاضافه كمان لانه ارتفاعها الموجود ورا العربيه ارتفاع مناسب جدا، فبيبين لك كل حاجه تقريبا حوالين العربيه من منطقه او في الخلف، ودي برده نقطه مميزه. ولكن الريزولوشن بتاعها ممكن نديله ترتيب متوسط الى حد ما، مش ريزولوشن عالي لكن برده مش منخفض اللي هو يعني ايه ما تحسش ان الحاجه مطموسه فيه. ده كده فيما يتعلق بالجزء الخاص بالشاشه. طبعا فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافه لنظام البلوتوث سيستم. ونظام البلوتوث سيستم ده موجود في الفئات كلها ما فيش فيه اي اختلاف، لكن الابل كار بلاي والاندرويد اوتو مع الشاشه بدايه من الفئه الثانيه زي ما اتفقنا. عندي فرامل ايد كهربائيه بالاضافه كمان لنظام الاوتو هولد، وفرامل ايد الكهربائيه والاوتو هولد موجودين بدايه من الفئه الثانيه والثالثه والرابعه، اما في الفئه الاولى فبتكون فرامل الايد مانوال او فرامل ايد عاديه. عندي تطعيمات من البيانو بلاك موجوده حوالين المنطقه بتاعه عصايه نقل الحركه، والجزء اللي هو بتاع الكونسول الوسطي بيجي فيه تطعيمات بيانو بلاك موجوده في الفئه الثالثه وفي الفئه الرابعه، بالاضافه لتطعيمات من البلاستيك الرصاصي الفاتح موجوده على جنبين المنطقه بتاعه الكونسول الوسطي، وبتكمل معايا عند التابلو الامامي عند الراكب الامامي في العربيه. فتحتين يو اس بي تايب اي مع فتحه 12 فولت موجودين بدايه من الفئه الاولى ما فيش فيهم اي اختلاف، بالاضافه كمان لمساحه تخزين صغيره هنا ممكن احط عليها التليفون بتاعي. بالنسبه للتكييف، فالتكييف الفئه الاولى بيجي مانوال، في الفئه الثانيه والثالثه والرابعه بيجي اوتوماتيك، وبتتميز الفئه الثالثه والرابعه عن الاوتوماتيك اللي موجود في الفئه الثانيه بانه بيجي الدول زون كمان، يعني في بقى منطقتين بدايه من الفئه الثالثه والفئه الرابعه. بيكمل معايا تطعيمات البيانو بلاك حوالين المكان بتاع التكييف، طبعا التكييف بيجي ازرار بالكامل ما فيش فيه اي بكر، بيبقى كله عباره عن ازرار، وبنطلع لفوق كمان بيكمل معايا تطعيمات البيانو بلاك حوالين منطقه الشاشه من هنا. الشاشه طبعا طايره زي ما احنا شايفين او معلقه، بيبقى شكلها لطيف. بالنسبه بقى للماتيريال المستخدم في تصميم التابلو، فالتابلو بالكامل بيجي من السوبر
سوفت ماتيريال، الماتيريال بتاعته ظريفه وواخد يعني تشبيحه الجلد شويه، بالاضافه كمان للجزء الخاص بالطابلو من قدام الراكب الامامي، بالاضافه كمان للجزء الخاص بالابواب الاماميه اللي موجوده هنا كلها من السوفت ماتيريال، مع تطعيمات من البيانو بلاك موجوده حوالين الاكر الداخليه للابواب. الاكر الداخليه للباب بتبقى من الكروم في الفئه الثانيه والثالثه والرابعه، اما في الفئه الاولى فبتكون الاكر الداخليه باللون الاسود. عندي كمان مقابض الابواب بتبقى ميكس ما بين البلاستيك الاسود المط والبلاستيك الرصاصي الفاتح، بالاضافه كمان لمساند الكوع اللي بتيجي من الجلد. بطن الباب بيبقى من القماش، مش بيبقى قماش لطيف بنفس الماتيريال تقريبا المستخدمه في الفرش بتاع العربيه. ووحدات التحكم في الازاز سواء الامامي او الخلفي بيبقى حواليها ستيكر من الكربون فايبر. لو نزلنا لتحت شويه هنلاحظ في الابواب وجود المساحات التخزين اللي حجمها كبير مقارنه بمساحات التخزين اللي موجوده في الابواب الخلفيه. عجله القياده والمقبض بتاع عصايه نقل الحركه الاثنين هنا في الفئه الثالثه بيجوا من الجلد، وكذلك في الفئه الرابعه، اما في الفئه الاولى والثانيه فبيكونوا من البلاستيك. عجله القياده نفسها قابله للضبط في اربع اتجاهات، عندنا خلوني كده اوريكم كده فوق وتحت وقدام وورا، وطبعا بتيجي آلية المؤازرة في الفئات الأربعة أو بتيجي الكترونيك ستيرنج ويل في الفئات الأربعة. عندي شيفت بادل موجودة هنا ورا عجلة القيادة بداية من الفئة الثالثة، والفئة الرابعة بتديني فرصة للتحكم في نقلات نقل الحركة اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو بيجي سي في تي بي وحاكي في أدائه الثمان سرعات. بالنسبة للشاشة اللي موجودة هنا شاشة العدادات بتيجي أنالوج، لكن في جواها شاشة صغيرة 3 إنش بتيجي ألوان بتديني كل المعلومات الخاصة بالعربية، وبيكون كمان جواها مؤشر الحرارة ومؤشر البنزين بتاع العربية. أما المؤشرات اللي على يمينك وشمالك اللي هي بتيجي عقارب، فبيكون مؤشر اليمين مؤشر السرعة وعلى الشمال مؤشر الار بي ام. ما عنديش هيد اب ديسبلاي موجود هنا، في الهيد اب ديسبلاي ده موجود في الفئة الرابعة، وده أحد الاختلافات الموجودة في الفئة الرابعة. ولكن خليني أقول لكم على معلومة مهمة أو ملحوظة مهمة، وهي إنه الفئة الثالثة تعتبر هي الفئة الأعلى تجهيزا فيما يتعلق بمنظومات الدفع الأمامية للعربية. يعني باختصار، لو أنت مش عايز منظومة دفع كلي لأن فرق السعر كبير مش صغير، أنا مش محتاج منظومة دفع كلي، ولكن محتاج نفس الأوبشنز اللي موجودة في منظومة الدفع الكلي أو في الفئة الأعلى تجهيزا، فهتلاقي نفس التجهيزات اللي موجودة في الفئة الأعلى اللي هي بتيجي أول ويل درايف بتيجي هنا كمان، بس مع دفع أمامي فقط، باستثناء بعض اللمسات البسيطة زي ما قلت لكم موضوع مثلا الهيد أب ديسبلاي ده مش موجود، يعني شوية حاجات كده متهيألي هيد أب ديسبلاي بس موجود مش موجود. وبالاضافه كمان لنظام الالترا ساوند او نظام العزل بتاع العربيه من خلال استخدام موجات صوتيه بتعزل الاصوات الخارجيه عن العربيه، وبتعزل كمان الاصوات الناتجه عن لا قدر الله حصل حادثه او حاجه، بتقلل الاصوات الناتجه عن الحوادث، ودي موجود في الفئه الرابعه مش موجود في الفئه الثالثه ولا في الفئات اللي تحتها. ما عدا ذلك زي ما قلت لكم بقيه الاوبشنز الموجوده في الفئه الرابعه موجوده كمان هنا في الفئه الثالثه، مش هتحسوا فيها باي اختلاف لو انت في حاله ان انت مش محتاج او مش لازمك موضوع الاول ويل درايف في العربية. يعني ده كده باختصار شديد موضوع الكونسول الامامي والعوامل السلامه والامان والانفوتيم سيستم في العربيه. في نقطتين كمان مهم نتكلم عنهم، وهو نقطه التحتيم الذاتي في المرايه الخلفيه اللي موجوده هنا في الفئه الثالثه وفي الفئه الرابعه، اما في بقيه الفئات فبيكون مانوال او بالايد، بالاضافه كمان لفتحه السقف اللي موجوده في الفئتين الثالثه والرابعه، وبتبقى مقسومه لجزئين، في جزء امامي وجزء خلفي. الجزء الامامي بيفتح بشكل كلي، الازاز كمان بتاع فتحه السقف بيفتح، اما في الجزء الخلفي الازاز ما بيفتحش ولكن الستاره اللي بتفتح. الستاره بتفتح في الجزئين بشكل كهربائي بالكامل، مفيش اي تدخل بالايد في فتحه السقف سواء في الجزء الامامي او الجزء الخلفي منها. على شمالك هنا في مجموعه ازرار، زرار القفل والفتح لنظام الاي اس سي او نظام الاتزان الالكتروني، وعندك نظام زرار التحكم في نظام منع التصادم الامامي، وعلى شمالك كمان موجود بكره صغيره كده للتحكم في ارتفاع الاضاءه في العدسه الاماميه. ده كده الكونسول الامامي في ميتسوبيشي اكليبس كروس فيس ليفت 2022، وتحديدا في الفئه الثالثه، واهم الفروق ما بين الفئه الثالثه والفئه الرابعه والفئه الاولى والفئه الثانيه في التجهيزات الداخليه في العربيه. بس كده وصلنا لنهاية الريفيو بتاعنا، أو زي ما قلنا إعادة تقييم لميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت 2022 وتحديدا الفئة الثالثة. بشكركم جدا على متابعتكم، وزي ما بفكركم دايما في نهاية كل ريفيو مهم تنزل تتفرج على العربية وتتعرف على الأوبشنز الموجودة فيها بنفسك إذا كانت عجبتك أو إذا كنت محتاجها أو لا. بشكركم جدا ونشوفكم على خير إن شاء الله في ريفيو جديد. مع السلامة.